داز مزيان الحمد لله، كل شيء مزيان. ايوا شويه لونجلي جاتهم جاتهم مزيره، ولكن الحمد لله كان في المستوى، كل شيء في المستوى داز الحمد لله. لا 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 ما كان لا صداع لا والو، الحمد لله عندنا هنايا الحمد لله. كنتمنى لهم النجاح يا ربي في هذا النهار، وكنتمنى الناس كلهم يدعوا معاهم باش يدوزوا على خير هذا الشيء اللي بقى لهم ان شاء الله وكل شيء. لا الفرد هذا العام كان الوطني زعما كان في المستوى هذا العام، وكل شيء كان مزيان يعني ما كاين، والاسيده شي حضروا وكل شيء يعني ما كاين حتى شي تفاوت ولا شي حاجه، لا كاين لا شغب لا والو والو زعما ما كاين الغش ما كاين حتى شي حاجه، والاداره دايره الخدمه ديالها كل شيء، والفرد كان في المتناول الجميع يعني اللي قرا خدم اللي ما قراش ما خدمش يعني تقربنا تكون ان شاء الله نسبه النجاح عاليه. لا مزيان الحمد لله كاع المواد حتى دابا خدمت كل شيء مزيان يعني ما جاني حتى شي حاجه صعيبه بزاف، ولكن لونجلي كاين اللي جاتو صعيبه وكاين اللي لا، كاين اللي جا اللي ما عندوش لا لونغ يعني جاه صعيب، واللي ما عندوش لا لونغ اللي عنده لا لونغ جاه ساهل بزاف، واللي ما عندوش لا لونغ جاه صعيب. لا لا ما تروش كاع على القرايه الاسئله، بالعكس كاين اللي دار الاضراب يقدر يكون اثر عليه، ولكن بالنسبه لنا حنايا ما دارش كاع سميتو في الحق. اليوم الثاني كان زواوان، كانوا الاساتذه ماشي راخفين علينا، ولكن ما كانوش دايرين لنا داك ستريس ديال كيدوروا علينا بزاف كيصايبونا، كان الفرد في المستوى، الفلسفه كانت سهله شويه، خص بنادم يكون مراجع شويه وصافي هادشي اللي كيدار ليا. ومن ناحيه ان الحفاظه وكذا حنا حفظنا وان شاء الله داك الشيء اللي كاين، واول عام لينا ان شاء الله. مواد اليوم بالنسبه لي ادب عصري صايبت الفلسفه، دخلت مع ثلاثة ورا خرجت مع الخمسة يعني ساعة إضافية ما صايبتهاش يعني راه خرجت زواون زعما. لا الفلسفة تحطات زوينة شي حاجة حنا عارفينها قريناها، ماشي شي حاجة فاسلة ولا شي حاجة فايتانا. لا لا كانت النزاهة، ما كانش الغش بزاف عندنا في القسم، كانوا صفر كانوا شي وحدين، ولكن ما كانش الأساتذة كيشوفوهم مزيان يعني تعقنين داك الشيء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.